تبي اشوف من اسحبنا طال عمرك يا ولد. تقول مطرودين من هناك، تقول طبوا عليهم عوائل. لا تقول طالع من المدرسة. لا تقول طالع من المدرسة. الله علي ولد ما قد خلق الله اكبر. الله اكبر. من يقول راشد؟ رفع دله فوق عشان الارض. بلاك الله لا كنت تسبقني، اسرع مني لانك اسرع مني. بلاك الله كيف اسرع منك؟ انك تسبقه. مساعد المخرج تعال عندنا. الرجال عندنا. رجال اثرع عندنا، واحنا جالسين نطقطق من شوي على اخويانا. والله شب اشتعل طق يا رجال انحش اشبت بضرب الباء وش اسمه ذي شفت الديوانيه وراه. وش عندك من مشروبات ساخنه؟ كل شيء. الاصفر المطروش. الاصفر اللي جيته عين ما ادري هو من الاعداد. والله اني ناظر كنت تسويها ظاهر لما والله. اي والله انت فالاول طق. ابشر بالسعد، بس احنا مرسينا رجال اكواب ولا الحين ما جاء. لانك اكتب لنا فنجان. ابشر بالسعد. ابشر بالسعد. شرب السعد. شوف عند منير. منير منير ذا عنده اكواب. صح ارسل لهم. هذا الكواب مشت ما ينبي. هذا الاكواب يا رجل جديده جايه هديه. الله اكبر على هالشباب. جمهور مسعد ما املا انا اللي اصب. هبة تصب مقدار كاسه ظاهر انا واسخ. اقول لك تعال اجي فنجان تعال اشرب. تعال يا ابو عبد الله تعال افاقد قمت اغسل. تعال يا رجال رجال عندنا تعال. اسمع اني ادري شو اسمه. ايش كنت بقول؟ اسلم. شو اسمه وش اسمه؟ انا ايش كنت بحكي؟ لا ساعتك وش من يوم ما تدري يعني. اسكت احسن لي. لا بالله لا تسكت، بس شوي شوي لا تجاني في راسي. خلاص طيب. شو اسمه؟ راشد. مرحب. منكم مشيت من هناك قلت والله يا ولد تقول 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 شباب طبوا عليهم عوائل وطالعي. قال لا والله كنا مطعم المدرسة. والله المدرسة انها اليوم انا ومحمد المسعود. ليه؟ حنا انا رايح مستشفى مدينة الملك فهد الطبية. اللي هنو ايه كرشونا قالوا لازم ملف. رحت بعدين مستشفى سلمان. والعيال رايحين عيادة. مستشفى سلمان؟ غرب الرياض. وبعدين العيال راحوا عياده. شوف الاستاذ المسعود يا ولد جالسين برا تقول ورعان ينتظرون باص المدرسه. منتظر يا ولد ساعات ساعات. تشدق فيه؟ اي ولا فهمت. ابو فهمت. حب لي بياله. بياله صارت تعجبني اللهجة الجنوبيه من راشد. ابو ابو والله قبل شويه يا عبد الرحمن ابو مقلب اللي مقلب. يا مرحبا يا اللي بقلبي مكانه والبارحة يا حسين مركا يقوي من العشاء لين اذان الفجر يا حسين ما غير الزال خاطري بال دموعي مثل الذي من يقضي الدين بالدين كل السبب طير حسين لطموعي يا النادر اللي شفته تطرب العين. الله يسعد. اللي مني نهمته فزوي مثل الشجاع اللي ينهموها القريبين قمت اتذكر طلت تلته للطلوع. هذا الكوب بخد قنا اصنع في حروات اسبوعين مدري ثمان ايام مها نسبوي لا شك كان هنا الاجواء يومي وفي تالي المقناص. والله يا اخي الكتاب ذا اعجبني تدرون. يا ولد واحد نهيج لا الفعك بالقمقوم والدله.